على سلامتكم ومرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو. صحة رمضانكم والعقوبة لكل عام إن شاء الله بصحة ولهنا. وقبل ما نبدأ في الموضوع تاع اليوم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ربي سبحانه ما يفرطش على المسلمين أمر إلا وكانت فيه بزاف فوائد صحية بالنسبة لصحة جسم الإنسان. من بين الحقائق الصحية على شهر رمضان الكريم، من بين البيان في تاع شهر رمضان على جسم الإنسان، عندنا كي صوم المسلم شهر رمضان كامل، أي من اليوم الأول اليوم الأخير، يعجل في الفطور محسوب غير يقدم يفطر ويأخر في السحور، يعني 3 ساعات حتى 4 ساعات بين الفطور والسحور، وأكيد يأكل ماكلة صحية، يبدأ الجسم تاعو يحرق الشحوم والدهون الزائدة. والصيام يخلي خلايا داخل الجسم تعمل ناتورالمون بشكل طبيعي، تخدم بشكل صحيح، وعمل هذه الخلايا يخلي الإنسان بصحة جيدة. غير يأكل الصائم يأكل الوجبة تاعو تاع الفطور وتاع السحور، يبدأ الكوغما أي جسم الإنسان يبني بعض المركبات لسيلول تاعنا أي الخلايا تاع جسم الإنسان، يعتبرها مهمة بزاف، وهذا كامل يمنح الجسم أنه يكون عنده طاقة في طول وقت الصيام. لكور الجسم الإنسان يمتص الوجبة النيوتريمون اللي كلاهم، واللا ريزيرف نوتريسيونيل اي المخزون الغذائي يتحول الى ماده سكر الجلوكوز اللي يعتمد عليه المخ وكريات الدم، وحتى الدهون تذوب وتتحول الى طاقه. والعطش اللي يحس به الانسان في وقت الصيام يخلي الجسم يفرز هرمون يبرودوي اون هرمون اللي تحول الجلوكوجين للجلوكوز باش يمد لكور هما لينيرجي سوفيزونت باش يدوز النهار تاعو. الصيام يعاون à renforcer le système immunitaire، قوي الجهاز المناعي في الجسم. الصيام يزيد في la capacité et l'activité تاع الكبد والعضلات، يعاود ينشطهم. الصيام يبوستي نشاط الكبد والعضلات، يبوستي يعني تولي عندهم قدرة اكثر باش يخدموا. الصيام يسمح للبنكرياس انها تريح من افراز السكر في الدم، اي من لا برودكسيون تاع السكر في الدم، ويعمل على تحسين نسبة السكر في الدم، أي الغيغول نسبة السكر في الدم. لحقنا لهذا الفيديو، إن شاء الله نتمنى تكون عجبتكم وصغتوا تكون استفدتوا كامل واستفدنا كامل، حتى أنا راني نتعلم معكم. ونقول لكم اللي يعطيكم الصحة اللي راكو تبعوا لي الفيديو حتى للأخير، ما تنسوناش بأبوني، ما تنسونيش باللايك وبارتاج بيان سور، مدابية تعليق ومدابية حتى اقتراحات اي موضوع حبيتوا نهضروا عليه، مرحبا بكم في التعليق. نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، بقاو على خير.